اسمع يا جاب، انت ليك في الجوار سنين ما شفتش منك غير كل طيب. الحمد لله. عاوزك يا جابر ما تجيش المنظر هنا غير لما شيئ لك. ليه؟ اسمع وخلاص، غير كده يا في بيتكم يا في المجلس النهاري، لكن ما تجيش المنظر هنا غير لما شيئ لك. حصل مني حاجة؟ وبعدين ما تسمع الحديث، لو على الشيخ سلام يبقى يروح له، لكن المنظر لا، وطريق بيت الشيخ اسماعيل ما تعتبوش واصل. علم؟ علم يا شيخ العرب. أنا عارف إنك راجل وعارف إن عندك تقدير للأمور، ولا إيه قولك يا سلام؟ فيش كل بعد قولك أهمية، بنت أخوي مش ليك يا ولدي، وشيخ إسماعيل غالي قوي عندي، وإنتي مش رخيص، يبقى تسمع الكلام. حاضر. يلا روح بيتكم ومش باكش هنا تاني، ولو خالفتني هيبقى دمك حلال اسماعيل. يلا يا ولدي روح. اقعد يا سلام وفهمني، انا عارف انك ما بتكدبش. ايه اللي جرب اسماعيل كده؟ ليله طلعت وانا نظرتها وخدتها من وسط العيال اللي هتضربها بالطوب وقعدتها، ورحت جبت لها برده ورجعت وروحتها. قعدتها فين؟ مع جابر؟ لان ما غبتش عنهم دقيقه، ورجعت لقيته مرمي على الارض غسيان. يا حد الراجل يعمل اكتر من كده؟ انا قلت له يتجوزها، انما مخه ملوي زي فرده المركوب اللي ملهاش اخت. انت اللي لازم تتجوز يا سلام. انا وانا مالي كده؟ حالك مايل، حالك مايل يا سلام، ما ينفعش تفضل كده على طول. انت هتعدل حالي بالجواز يا هماه؟ انت مش راجل ولا ايه؟ ايوه راجل. يبقى تتجوز وتتلف عروستك بدل المصايب اللي عاملها. لا مش كده، أنا عاوزك تعيش حياتك، تعرف الدنيا، الدنيا فيها حاجات حلوة كثير، زي ما ذكر ربنا حلو، الحياة حلوة يا ولدي، اتجوز وخلف. إيش معنى دلوقتي؟ أنا طول عمري كده وراضي ومبسوط. بس أنا مش مبسوط، أنا حاسس اللي أنت فيه دي تقصير مني، من سلام، والد الشيخ يوسف، لازم تتجوز وتخلف. انت كبير ولد كبار وحالك ما عجبنيش. حالي ماله؟ ماله سلام؟ لما تتجوز وتجيب عيال هتعرف حاجات انت معرفهاش، هتعرف يعني ايه عيال وبيوت. عاوز شعر ولا عاوز اتجوز؟ انا عاوز اتحاسب على روحي انا بس ياهي، وانا قادر على روحي عشان اجيب روح تانية جاري. يا سلام انا ما احمدش عليك كلمة، لما غبت عني عقلي وقلبي وجه عليك وجه، لو شيخ اسماعيل او اي مخلوق قال لك كلمة عفشة انا ما اسكتش. انا ابوك، اخوك الكبير زي ابوك، لما اقول لك كلمة تسمعها هتعصاني؟ يعني هتغصبني يا همام؟ لا بس انت هتسمع الكلام، وانا هعمل فيك حاجة عفشة. انا بقول لك اتجوز. ومين ترضى بيا بس؟ انا محدش يرضى بيا غير نفسي انا بس يا همام. كأنك عبيط صح، انت معرفش انت مين ولد مين. خلص الكلام، لما اقول لك تتجوز يبقى تتجوز. يمكن يا همام، يمكن. انت مش بتاكل ليه يا خليل بيك؟ موقفك من حسين بيك
يمنعني من الاكل في بيتك. حسين بيك عصى الاوامر وخان العهد. العهد اللي بيننا وبينك يمنعك من اصدار قرار بنا في يوم. وانا ما لفتوش غير بعد ما اتاكدت من خيانته للعهد وانه مد ايده لصالح بيك وهمان، وانه كان عايز يجي يقعد مكاني هنا بالغدر ويقضي علينا كلنا. يبقى مين فينا اللي خان بقى؟ معاذ الله، اذا كان كده يبقى خان القسم. وعلشان خاطر العهد انا ما قتلتوش. شفت بقى يا خليل بيك ان انا فضلت مع العهد لغايه اخر لحظه مع علمي انه عايز يقتلنا كلنا. مالك يا همام؟ اول مره هنروح بكره قعده النهار، وانا حاسس ان هقعد من غير اسماعيل. يمكن ياجي لوحده. عارفه مش هياجي، وانا مش عاوزه ياجي، بس برضه زعلان. كيف ما عاوزهوش وكيف زعلان على بعاده؟ ما تعودتش من يوم ما ربنا جمعنا سوا نقعد القعده دي من غيره. شيعلي لحد دلوقتي ما عرفت جوزك بعد العجله دي كلها. والله لو غاب العمر كله وهو عايب مش هيقله. انا هكلمك عن قلبي مش عن كلمه فيها رجوع. قد كده اخو صالحه غالي عليك. قوي غالي قوي. انا عايز انزل اروح له دلوقتي بس ما اعملهاش. لو غاب من هنا اليوم الدين عارف ليه؟ زعل الغالي اوعر قوي من زعل اي حد. مفيش اغلى منك، اوعى تزعلني. انا ما اقدرش ازعلك يا ولد، ما اقدرش. الحمد لله ان انا مبيت هنا الليله دي. ليه؟ عشان تتكسف تقول الكلام ده لصالحه عشان اخوها؟ لا، ما احبش ان انا جار صالحه. انا متاكد من تل اخوها. يبقوا هم عندك اغلى الناس. لا، كلهم غاليين، كلهم. لا هم أغلى. طب والله أنا مستغرب من روحي، عمري قبل كده ما فتحت قلب لحد غيرك يا ورد. صح يا همام. صح يا قلب همام. هصدقك عشان أحبك. Love you.